ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده عايزه اتكلم معاكم عن حاجه مهمه جدا لازم كلنا ناخد بالنا منها واحنا بنقرا انجلش، وهي الفرق ما بين السي اتش والاس اتش. ناس كتير قوي بتتلخبط ما بين السي اتش والاس اتش، ما بيعرفوش يفرقوا ما بينهم. الحل بسيط جدا، سو سيمبل. ازاي نعرف نفرق؟ دايما لما نيجي نلاقي السي اتش في اي كلمه، لما نيجي نقراها نزود لتر تي. ازاي؟ كلمه مثلا زي chicken اللي هي فرخة، بنقول chicken بس نزود التي بسرعة نخطفها، ما ينفعش نقول chicken، لا دي كده غلط. غير بقى الاس اتش، الاس اتش بننطقها ش، تاني ش، زي مثلا shark قرش. اوكي، فالفرق ما بين السي اتش والاس اتش ان احنا دايما في السي اتش بنزود letter تي بس بنخطفه بسرعة. طيب ناخد examples مع بعض عشان تكون الدنيا اسهل. فوكس، نركز. ال CH بنقول هنا chicken يعني فرخة، قلنا chicken. chips اللي هي بطاطس. cheerful اللي هو مبهج. على العكس بقى ال SH بنقول ايه؟ shark اللي هو القرش. shade اللي هو الظل. show اللي هو العرض. تمام، ما ينفعش مثلا نيجي نقول تشيد، لا كده الكلمه معناها اتغير خالص. فعايزين نركز جامد ما بين في الفرق ما بين السي اتش والاس اتش، ونعمل عليهم براكتس كتير عشان الموضوع يبقى سهل بالنسبه لنا لما نيجي نقرا او نكتب انجلش. كده النهارده احنا خلصنا، ان شاء الله نتقابل على خير الفيديو الجاي. وما تنسوش تعملوا فولو لايك اند سبسكرايب عشان ينزل لكم كل الفيديوز. سي يو سون ان شاء الله، باي.